السلام عليكم. كورونا بلاء من الله نزل بنا، فهل نقابله بالسخرية والضحك والنكت؟ كل يوم أفتح واتساب نكت وضحك ومقاطع، بس خلاص خلاص، عجبا لمن لا يعتبر بما يجري ولا يخاف من غضب الله وعقابه، وكأن البلاء أمر عادي. السخرية يا أحبة في مثل هذا المقام هو من تسلط الشيطان، وعلامة من علامات قسوة القلب. أما قال الله: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. أما نرى ما حولنا؟ أما نرى المرضى والموتى؟ ماذا ننتظر؟ تنزل علينا آفة من السماء تهلكنا حتى نعتبر ونتوب إلى الله؟ أتدرون كيف يقابل المسلم البلاء والمصائب؟ يقابله بالتوبة، يقابله بالإنابة، يقابله بالدعاء، يقابله بالتضرع. تضرعوا. وانت يا من تنشر النكت والمزاح والمقاطع المضحكة، ما عندك إحساس؟ ما عندك قلب؟ ما عندك دم؟ الدراسة علقت، الحدود أغلقت، المساجد أقفلت، الجمعة والجماعات عطلت، المؤذن يقول صلوا في بيوتكم، العمرة أوقفت منذ 20 يوم، لم يعتمر إنسان على وجه الأرض. هل كره الله انبعاثنا فثبطنا؟ هل هذا كسب أيدينا؟ هل جاهرنا بالمعصية فأعرض الله عنا؟ هذه نذر، هذه نذر لا مجال فيها للسخرية. قال بعض السلف: ما أهون العباد على الله إذا أضاعوا أمره. يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. أليس الوباء برسول؟ أليس المرض بنذير حتى نعود ونصحح المسير؟ هذه الآية ليست خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، بل تشمل الرسول ومواعظ الرسول، كما قال الطاهر بن عاشور: قال الله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. إن لم تخف اليوم فمتى تخاف؟ أنا أدعوك إلى حسن الظن بالله، لكن مع هذا الحسن الظن لابد من اتخاذ الزاد، وزادك هو التوبة وحسن العمل. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.